صباح الجمال والسعادة والذكريات الجميلة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حدوتة وطن. حدوتتنا النهاردة حاجة حلوة قوي قوي قوي، بنسترجع فيها الذكريات من زمن فات. عشنا أجمل أيام في جيل الثمانينات والتسعينات، النهاردة بنفتكر كل الحاجات الجميلة مع جيل الأيباد. متتفاجئوش، جيل جديد ولكنه عنده موهبة وقدرة على إنه يرسم ضحكة وفن حقيقي في مصر، لأنهم من أبناء مصر. لو نفتكر في جيل الثمانينات والتسعينات، نبدأ من التعليم. لما كنا بنحضر طابور الصباح وتحية العلم بكل حماس تحيا جمهورية مصر العربية، وبعد كده نطلع الفصول على رنين الوطنية مع انتظام المعلم والطالب بشكل يومي. هنلاقي فين دلوقتي الكلام ده؟ مفيش خالص. كنا نخلص المدرسة ونروح على طول على البيت عشان نتفرج على البرامج اللي موجودة وماما نجوى واليوم المفتوح، وطبعا كان في برامج ثقافية زي عالم الحيوان والأوسكار ونادي السينما واخترنا لك، وكان المجلات مجلة ميكي ومجلة سمير والعربي الصغير وحاجات كتيرة قوي 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 قوي. وكنا بالليل لازم يوميا الساعة 8 نتفرج على المسلسل بتاعنا. كل الناس كانت تتفرج على قناتين بس، منهم يوميات ونيس فلذاتي، النشيد بتاعه طبعا اللي انتوا حافظينه، احفادي واجدادي فلذات اجدادي. وطبعا ما ننساش ابدا ابدا مسلسل عبد الغفور البرعي اللي دايما لغايه دلوقتي لازم نتفرج عليه، ودايما نستنى مشهد ثانيه، المشاهد التحفه الجميله، الرقاصه الانتيكه والمطرب الانتيكه والعيله الجميله اللي ما بينهم ترابط جميل جدا جدا جدا، ومشهد عبد الغفور وفاطمه بنحب دايما نشوف كل مشهد ما بينهم. لما عبد الغفور في مشهد مره بيقول لها بعد ما حطيت له القطره، بيقول لها انت حلاوتي بعد كده ليه يا فاطمه؟ قالت له انت بتفتكر في مناسبات يا عبد الغفور. حاجات جميله جدا عمرنا ما ننساها ابدا ابدا ابدا. وفي العيد كنا دايما نستنى الملاهي الجميله، كانت بتقليديتها البسيطه جدا جدا جدا، ودايما كنا نستنى شرايط الفيديو في الفيلم الحصري والالبومات الجديده اللي كنا نسمعها على شريط الكاسيت القديم، والاعلانات اللي كنا بنكسب في الكوبون، نكسب بقى كوتشي، نكسب موتوسيكل، عجله، كنا حاجات بسيطه جدا جدا جدا، وكنا بنبقى فرحانين ومبسوطين. احلى عيشه واحلى ناس واحلى لمه واحلى اغاني طبعا الاطفال يعني عايزين نتذكرها، زي حلوه يا زوبه وابريق الشاي لسيد ملاح وورده لما كانت بتغني انا عندي بغبغان وغيره. اجمل ايام واجمل ذكريات. خلونا بقى نبتدي بقى حلقتنا. معايا النهارده شويه اطفال مواهب جميله هتتبسطوا معايا النهارده في ذكريات من زمن فات مع جيل الايباد. اهلا بيكم يا اطفالي الحلوين، عاملين ايه؟ ده انا عايزاكم بقى كل واحد منكم يعرف نفسه. انا عن نفسي عارفه بس عايزاكم تعرفوا نفسكم للجمهور. امسك المايك. يلا المايك بقى. يلا واحد واحد. مصطفى معتز. تمام. يوسف احمد عبد القادر. عمرو عادل. لارا خالد. سلمى اسلام. بنور احمد. عسل. منورين النهارده. النهارده هم هيقدموا لنا حاجات، في مشاهد وفي مونولوج وفي حاجات جميله النهارده هنستمتع مع بعض. بتسمحوا لي ارحب معايا النهارده كمان حكيم بمدرب الاطفال والاستعراض. اهلا بيكي يا حكيم. اهلا بيكي يا فندم. نورني النهارده. صباح الخير. عايزاكي النهارده بقى ايه يعني تشايص الاطفال. ان شاء الله بامر الله. كل سنه طيبين. ان شاء الله. نحب نبتدي بقى بمين؟ انا هبدا بمصطفى. مصطفى بصراحه فاجئني جدا جدا. انا كشخصيا كجمهور انا كنت بحب التيك توك وعملت مشهد الشيخ مبروك عطيه اللي كان مكسر الدنيا، كان ترند. مصطفى بقى حافظ الشيخ مبروك عطيه بالنص. لا مش بس كده، ده لابس الزي ولابس الورده ولابس النضاره. اعتقد الشيخ مبروك هيبقى مبسوط بيك جدا لانك انت بتحتذي بيه كشخصيه كويسه. يلا يا مصطفى يلا بينا. بص يا مصطفى خد معاك المايك بقى كده. ايوه يلا. فين السقفه؟ شجعه في السقفه عليك كده. فين السقفه؟ ايوه كده بس كده. ابدا الفيديو. ابدا يا حبيبي. اتفضل يا شيم. شيم 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 شيم. عندي السيستره اتطلقت من 4 شهور. الف بركه يا بنتي. في عيال الاول؟ في ولد عنده 6 شهور.
طب كويس، يلا رجع لو في فرصة للرجوع. ركزوا في كلامي كويس. للأسف للأسف مفيش لا فرصة، وأنا هو مش عايزين نرجع. أحسن، بس هتدخلوا انتوا وهو في حضن أبو جهل، وتنزلوا انتوا الاتنين في برج الأسد إن شاء الله. ملكيش دعوة أبد، ولا من قريب ولا من بعيد. شوفوا وقت ما يحب، يا هو يا الواد. ما تروحيش النار يا اختي، ده مش عايش في غليلك يا اختي. اللي كان كان يا اختي، واتجوزت غلط يا اختي. برافو، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. انا عايزك تقولي بقى مين اللي تعالى كده، تعالى بقى اقعد عادي، قولي بقى مين اللي بيدربك وحفظك، ولا دي موهبه مثلا ماما، مين اللي ماما بينا ماما. انت نفسك تبقى ممثل، ونفسك ايه لما نفسي اطلع ممثل كبير قد الدنيا مشهور. ان شاء الله ربنا يحقق لك كل احلامك، وتبقى ممثل كبير قد الدنيا، مسك المايك بقى، وتبقى مشهور. شكرا يا مصطفى، ابدعت. مين بقى تاني هنبدا بمين بمين؟ مين بقى اللي جاهز؟ عمرو جاهز؟ جاهز يا عمرو؟ جاهز؟ تعالى تعالى عمرو بقى، عشان نبقى مش كل بصوا بقى بعضه. اللي يطلع معانا نشجعه بسقفة عالية. فين موكا. السقفة؟ موكا موكا بقى، انت هتقدم ايه؟ هقدم وقفات الموديل. طب يلا وريني، سيب بقى المايك بقى، احنا مش محتاجين دلوقتي المايك. يلا بقى وريني بقى وقفة ايه الموديل. يلا امشي كده وفرجنا. شكرا، بس كده جميل، بس كده شجعوا في سقفه كبيره كده. فين السقفه؟ هو كده، هو كل واحد بيعمل جاهزة يا بنور ولا ايه؟ انا كنت هتعملي الزوجه الثانيه. تبداي بنور بقى في الاخر خالص. خليكي في الاخر خالص، خالص. تمام. مين تعالى تعالى يا يوسف، يلا يا يوسف تعالى. يلا يا عمده جاهز؟ هتعمل ايه؟ لا بصوا بقى، فين السقفه، فين السقفه؟ ضيع خضار، ده فين خضار بقى؟ مش موجود، بس انا هتخيل يعني. ماشي تخيل. سي مجنونة زي نسوان اوت. بقول لك ايه يا مدام، تاخدي كيلو ونص دول؟ طب بقول لك ايه، القطة حلوة، عاوزين لك كيلو؟ بقول لك حلوة حلوة. طب ليه بس يا مدام الغلط؟ ده انا واحد غلبان شغال باليومية، وما ينفعش كده الغلط قدام الناس. ويلا بقى عشان في غيرك كتير، وانا واحد غلبان مش حمل تقلك. يلا يا ابني هات الجردل عشان نرش ميه. برافو يا يوسف، برافو برافو، سقفوا يا ولاد، شجعوه. لارا 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 مجهزه بقى مشهد يعني مش كوميدي بقى. قولي لهم بقى، اعرفي الجمهور انت هتقدمي ايه. بصي الكاميرا، الكاميرا هنا يا لارا. ايوه هنا يا حبيبتي، اهي. ما تخافش عليا، علي صوتك اكتر. شغال، هي هتعلي صوتها بس. ما تخافش عليا يعني، مش هروح اموت نفسي. اشمعنى ان هو قال ان انا بعرفش امثل؟ يبقى انا بعرفش امثل. لا انا بعرف امثل، وبمثل كويس اوي كمان. تحب امثلك؟ ده انا امثل دور واحدة مبسوطة دلوقتي. انا متضايقة، كمل كمل. عيطتي بجد؟ حياتي حياتي، ما عيطتيش ابدا. ده كان مشهد عشان افتكره، منى شلبي من فيلم، فيلم ايه فكريني، انت كنت حافظه اسم الفيلم؟ اسم فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ احلى الاوقات. احلى الاوقات يا عسل حبيبتي، برافو عليكي. طيب يلا بقى نعمل استعراض، بما اننا بقى النهارده في ذكريات زمان، انا هنختار حلوه يا زوب. يلا بينا، يلا يلا جاهزين؟ جاهزين؟ يلا. ايه؟ نقف كده؟ الاغنية يا شباب. نقف يلا. نقف يلا، نقف. يلا كلكم تقفوا بقى؟ يقف. لا. نقف هنا كده.
نقف هنا كده تمام. تعال يلا منور هنا كده تعالى على طول وعدوني. يلا يلا حبيبي تطمنت قوي. يلا اقف بصي في النص هنا كده. يلا في النص. يلا يلا نظارتك زي الفل وردتك. طيب احنا عايزين نعمل مداخله. كان معانا الاستاذه ريهام طارق، هي اللي كانت يعني متدرب مشرفه على الاطفال، لسه ما بقاش معانا. عايز اسالك يا حكيم، يعني انت شايف دلوقتي ان الاطفال فعلا الجيل الجديد قادر فعلا ان هو يقدم مواهب كويسه في عز طبعا الحاجات اللي يعني المهرجانات والحاجات التفتح. اللي في تفتح كامل. لا دلوقتي فعلا بجد الطفل دلوقتي بقى عنده موهبه او عنده ان هو استيعاب انه ممكن يوصل موهبته باسرع طريقه عن الاول. دلوقتي طبعا في السناب شات واليوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعي كلها، السوشيال ميديا كلها دلوقتي قربت موهبه كل طفل يعني في اسرع وقت. عكس زمان، طبعا زمان ما كانش فيه طبعا تفتح دوت، ولا كان فيه نت، ولا كان فيه وسائل التواصل الاجتماعي. فكان طبعا الطفل طبعا او اي حد موهوب كان بيتعب على ما هو يعني يوصل حتى فكره او لمحه حتى عن اي حاجه هو موهوب بيها. دلوقتي طبعا مع التفتح بقى اسهل حاجه واسرع حاجه دلوقتي ان الطفل ممكن يعبر عن موهبته في السوشيال ميديا. يوتيوب بقى والفيسبوك والانستا، كل اللي هو كل وسائل الاجتماع. طب احنا ممكن نسال الاطفال الجمال. يوسف قول لي انت بقى، انت ايه بتحب الحاجات اللي موجوده دلوقتي في الزمن ده؟ ايه اكتر مسلسلات اغاني؟ دون المايك. المايك. انا بحب المسلسلات. ايه اكتر المسلسلات اللي بتحبها وشفت الاطفال اللي عجبك يعني ان نفسك تبقى زيهم في الايام الجايه ان شاء الله وتشارك؟ بس انا اكتر مسلسل عجبني هو مسلسل الاختيار. عجبك الدور الولد اللي كان عامله في الاختيار، اللي هو كان من الست الغلبانه اللي بتعيط، هو كان عامل دور حلو جدا. هو حابب دور احمد المنسي.
الشهيد احمد المنسي. طبعا ده فرصنا. انا بقوله على الاطفال اللي هو يعني نفسه يشارك بدور ويبقى موجود في السوق الدرامي والسوق التلفزيوني. لا، هو الميزه اللي في مسلسل الاختيار ان هو دلوقتي نمى حب الوطن عند كل الاطفال دلوقتي. يعني كل طفل، انا شفت فيديوهات كتيره بعد حلقه موقعة البرس، طفل بيعمل يعني مثل مشهد احمد المنسي، وكان هو عايز يعني ايه يعني اللي هو عايز يكبر وبيدعي ربنا ان هو يبقى ظابط عشان ياخد حق كل شهيد مات على ارض الوطن. احنا بنتمنى يعني بنتمنى ان دايما يكون في مسلسلات وطنيه بتغرس الانتماء الوطني عند الاطفال، وكمان مسلسلات زي يوميات ونيس كل حلقه مثلا بيدي معلومه مفيده، مره حلقه منع الكذب، منع البخل، صفه معينه، بحيث ان احنا لما نكبر نبقى عارفين الصح من الغلط، ما نبقاش الحياه بالنسبه لنا مفتوحه وخلاص. وكمان محتاجين الترابط بتاع زمان، مش كل طفل وكل اب وام كل واحد ماسك شاشه صغيره وفي عالم تاني خالص ما يعرفش حاجه عن الـ عن الـ عن الكائن الموجود قدامه. طيب معانا لؤلؤه، تعالي يا لؤلؤه بقى، انت معاكي بقى النهارده حاجه مفيده جدا هتقدمها لنا، صح؟ تعالي. يلا حبيبتي، هاتي معاكي المايك. لؤلؤه هتقدم لنا نصايح للتخسيس، يعني هي صغيره بس يعني ايه يعني خبيره تغذيه يا جماعه. يلا وريهم هتعملي ايه. بسم الله للتخسيس. هلا منين؟ تعالي يا ندى، اتفضلي يا ندى، اقفي على الميزان. يا ندى كل ده يا ندى، حرام عليكي. ماشي يا ندى، بتاكلي ايه يا ندى؟ ايه ليه يا ندى كده يا ندى؟ يعني يا ندى بتاكلي بطاطس وطعميه وفول؟ ماشي يا ندى. بتاكلي في الغدا ايه يا ندى؟ ايه صينيه بطاطس صوم ومعاه رز ومعاه مكرونه ومعاه فرختين. ماشي يا ندى. والعشاء بقى يا ندى بتاكلي ايه؟ العشاء بقى يا ندى بتاكلي ايه؟ فتة وكوارع. ماشي يا ندى. طيب يا ندى بصي يا ندى، البتاع ده تقعدي شهر يا ندى تعمليه، شهر يا ندى تقعدي يا ندى تاكلي ايه؟ فاكهة خضار جبنة. ماشي يا ندى، الكلام ده يا ندى تقعدي شهر كده وتجيب، هتبقى قد كده. مش يا ندى بس كده، سلام يا ندى، عسل يا ندى. سقفة بقى اللؤلؤة بقى، سقفة بقى. ايه ايه الجمال والحلاوة دي؟ ايه ده؟ برافو يا لؤلؤة. ايه طيب استنى، سقفة؟ سقفولها. يوسف بصوا بقى، انا خلي معايا المايك، اللي هيجي هيتكلم او يعمل استعراض انا هديله المايك، اتفقنا؟ ماشي يوسف. المشهد اللي هتعمله دلوقتي ويوسف برضه تعالى. يلا يلا ايه فين السقف عشان جاب سقف عالي كده؟ فين السقف؟ بكار ولا ايه؟ بقى تعالى اقف هنا، الكاميرا هنا، هنا كده. ايوه هنا كده، وانت اقف جنبه هنا كده. يلا خلي وشك كده عشان ايه تبقى في الكاميرا. يلا ابدا. مين اللي هيبدا؟ ابدا يا يوسف. انا دلوقتي بقى هقول لكم، في واحد مشي مع واحد شيخ، قال له ما هو القضاء والقدر وما هي المصيبه؟ القضاء والقدر ان حماد تبقى ماشي على النيل وقعت في النيل، مصيبه بقى لو طلعت. ماشي يا شيخ فرحان. يوسف يلا تعالي. طب يلا بنور. يلا بنور. لا بصوا بقى، عايز بقى اسمع لها سقفة على كف البنور. عشان السقفة حبيبتي. يلا بقى بصي يا بنور، انت بقى النهارده نجمة الحلقة، سقفوا لها يا ولاد. تاني. يلا بنور. انت عايزة تسيب البيت ده؟ لا يا اختي خليكي، انا اللي همشي واسيب البيت واشوف لي واحدة تانية اتجوزها. يلا انت بتعملي دور عبلة كامل. كانت بتقول له ايه؟ بصي كانت بتقول له ايه؟ طب تبقى تتجوز يا اخويا، تبقى تتجوز. انت
هتلاقي دفر. يلا يلا ابدأي. على فكرة هي زعلانة. زعلانة اه عشان كده مش عايزة تتكلم خالص. يعني خلاص كده؟ زعلانة. بوظتي المشهد بكل الستايل اللي انتي عاملاه. يلا قولي. انت حافظة. خلاص خلاص احنا نسقف لها برضو يا جماعة عشان هي كانت حافظة وعيطت. يلا سقفوا لها بقى سقفة كبيرة. يلا بنور. لا لا استعراض بقى استعراض. نبدأ استعراض ايه بقى؟